كيف تعلقون على أن هذا الأمر وهذه الانتهاكات وهذا الاقتحام من جانب الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وحد الفلسطينيين بأكملهم من عرب الداخل ومن غزة ومن أيضا الفلسطينيين الذين يعيشون في المهجر؟ شوف شارون عام 2000 عندما تحدى الفلسطينيين والمسلمين ودخل إلى المسجد الأقصى كانت هبة انتفاضة الأقصى التي وحدت الشعب الفلسطيني ودفع الثمن شارون وانتصر الشعب الفلسطيني. الآن نتنياهو نفس السيناريو، لكن الفرق أن الشعب الفلسطيني تضاعفت القوة عشرات المرات عن عام 2000، وأيضا هذا العدو فقد قوة الردع. نتنياهو بنفس السيناريو المتطرف لشارون، هو نفس الشيء، دعم المتطرفين الصهاينة للدخول إلى المسجد الأقصى والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس. إذن دعمه للمتطرفين هو الذي ابتدأ هذه المعركة، ورأينا على مدار شهر كامل هذا الاحتلال كل يوم يمعن في إذلال المصلين الفلسطينيين الذاهبين والخارجين إلى المسجد الأقصى، ودون أن يفعل شيء المجتمع الدولي ولا العالم كله يتفرج على هذا الاحتلال الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى ويدخل إلى حرم المسجد ويرمي إطلاق النار على المصلين والغاز. وأيضا لاحظنا في وضح النهار وعلى الهواء مباشر كيف مستوطنين متطرفين يسرقون بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، ورأينا هذه المرأة التي تدافع عن بيتها الذي سلب منها في وضح النهار من مستوطن، وهذا المستوطن يقول لها بكل غرور وعنجهية: إذا لم أسرقه أنا سيسرقه مستوطن آخر، اذهبي عني. إذن هذه العنجهية والغرور هو الذي جعل المقاومة الفلسطينية أن تتدخل وتقول للعالم أنه كفى، وحتى لو العالم كله سيوصف هذه المقاومة بأنها إرهابية، هذا لا يهم الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يقاوم، والذي يقاوم ويملك أدوات القوة حسب القانون الدولي هو يملك كل الشرعيات التي تبيح له استخدام كل هذه القوة ضد هذا المحتل. فالشعب الفلسطيني الآن هو يدافع عن نفسه، وانتفاضة الداخل الفلسطيني أنا أقول أنها مميزة وأنها فارقة، لأنه في السابق كان الانتفاضة تكون في الضفة الغربية، في غزة، في القدس. الداخل الفلسطيني أو ما يخضع إلى دولة الاحتلال بطريقة مباشرة لا توجد عندهم حراك بالشكل الذي نشهده الآن. الآن نشهد فقدان للسيطرة الأمنية الصهيونية كما الحال كان بالأمس في اللد والرملة والناصرة وفي أم الفحم ومعظم المدن الفلسطينية، وهذا سوف يحدث خلل كبير في البنية الأمنية للاحتلال، لأنه هو يتحدث الآن على مواطنين داخل ما تسمى دولة الاحتلال، كيف يتفاعل معهم، كيف يسيطر عليهم. نحن نتحدث عن 2 مليون فلسطيني يعيشوا داخل هذه الدولة، إضافة عن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. إذن ما نشهده الآن هو وحدة بطولية يقودها الشعب الفلسطيني كله وبمختلف الوسائل، سواء اللي في الضفة أو اللي في القدس أو اللي في قطاع غزة. وهذه المعركة فرضت علينا، ولا نملك أي شيء إلا أن ندافع عن أنفسنا وعن كرامتنا وكرامة الأمة، لأن الفلسطيني الآن الذي ينتفض والذي يدافع عن المسجد الأقصى ويدافع عن قبلة المسلمين هو يدافع عن هذه الأمة، يدافع عن قبلة المسلمين وليس قبلة الفلسطينيين، والعالم كله يتفرج. فهذا شرف كبير، أي شرف لهذا المقدسي ولهذا الفلسطيني الذي يدافع عن كرامة هذه الأمة، يدافع عن عروبتها، يدافع عن إسلامها. فكل ثقة أن هذا الشعب سينتصر، وهذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يتصرف بعنجهية وغرور ليس فقط مع الفلسطينيين ولا مع النظام العربي الرسمي، حتى مع الغرب يتصرف بطريقة فوق العادة، هو لا يكترث لهذا العالم. لكن أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيلقنه الدرس وسيحفظ هذا الدرس صحيح، وكما تقول التقارير الأمنية الآن
أن ما تعيشه هذه الدولة لم تعيشه منذ عام 1948. نعم، وعلى ذكر هذه التقارير سيد العلول، دعنا نأخذ هذا العنوان الآخر من جريدة القدس العربي الذي يقول: رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق قال: انتهت الأوهام، فلسطين تعود، واستمرار الوضع سيفضي لدولة واحدة غير ديمقراطية أو غير يهودية. وفي التفاصيل يجدد رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق الجنرال في الاحتياط عاموس يلني، رئيس معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، تأكيداته على أن القضية الفلسطينية عادت بقوة بعد اتفاقات التطبيع، مشددا على القول بأنه قد انتهت الأوهام. وفي مقال موسع نشرته القناة العبرية 12 قبيل التدهور الأمني بيوم واحد، أوضح يدلني أن الجيل الجديد لدى الشباب الفلسطيني لا يعلم أي أثمان نجمت عنها الانتفاضة الثانية، لافتا لانعكاس ذلك في شجاعتهم وجرأتهم في الضفة وغزة والقدس، معتبرا أن هناك 5 قضايا مركزية على إسرائيل أن تحسم أمرها بها حتى لو أحجمت الحكومة القادمة عن محاولة تسوية الصراع، داعيا لتقليص الفعاليات الاستفزازية مثل منع نواب من اليمين بناء مكاتبهم داخل أحياء الشطر الشرقي من القدس وتبديد التوتر في المدينة. ويقول يدلين إن وسائل الإعلام تراقب وتغطي الأحداث الأخيرة في الحرم القدسي الشريف ومنع العملية العسكرية على حاجز سالم في شمال الضفة الغربية وتهديدات الثأر الصادرة عن قادة حماس والجهاد الإسلامي، داعيا للتمعن بالمعضلات المركزية والأساسية القائمة في الحلبة الفلسطينية مع كل مركباتها: السلطة الفلسطينية وحماس والمقدسيون، التمعن برؤية واسعة وأطول مدى، ويتابع استراتيجيا ما هي الجدوى السياسية التي ترعاها إسرائيل مقابل الفلسطينيين على مستوى المنظومات، كيف يتم أيضا صيانة الهدوء النسبي في الساحة الفلسطينية وسط تعزيز قوة الردع وهي مركب مركزي لتأمين الهدوء الأمني على المستوى التكتيكي، وما هي الخطوات التي ينبغي القيام بها، وما هي الأهداف الاستراتيجية والمنظوماتية. سيد العلول، ما الذي يعنيه رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق بأن الأوهام قد انتهت وأن فلسطين تعود؟ بالطبع، يعني عندما نتحدث عن الداخل الفلسطيني نتحدث عن 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت ما يسمى دولة إسرائيل. إسرائيل على مدار 70 عام حاولت أن تذوب الهوية الفلسطينية وأن تعمل على مسخ الهوية الفلسطينية لدى فلسطينيين الداخل. الآن وجدنا أن الفلسطيني فلسطيني، والدم فلسطيني، والدم عربي، والدم مسلم. وجدنا الفلسطيني في اللد والرملة وفي الناصرة وفي يافا، هو الفلسطيني نفسه اللي موجود في غزة وموجود في رام الله وفي القدس. وهذه حالة لم يكن يتوقعها هذا الاحتلال. هو الآن الانتفاضة من الداخل الفلسطيني، من الداخل. نتحدث عن 70 سنة حاولت إسرائيل بكل الطرق أن تمسح الهوية الفلسطينية للمدن الموجودة في الداخل. كل التقارير كانت الاستخباراتية كانت حتى تقدم لنتنياهو أن ما تفعله دعمك للمتطرفين وعمل مكتب للمتطرف بجبير في حي الشيخ جراح كانت واضحة الرسالة. قالوا له ستقصف في القدس يا نتنياهو، لم يسمع أحد، والآن قصفت القدس وقصفت تل أبيب. إذن هذا التطرف، وأنا أفهم التطرف الذي يذهب إليه نتنياهو. نتنياهو في مأزق، حتى يحافظ على وجوده وعلى كرسيه، فهو يدعم المتطرفين. نعم، من لندن زياد العلول الناشط السياسي الفلسطيني، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا ننتقل لأبرز صور الكاريكاتير التي وردت في الصحف. إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية من صحافة حول العالم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله رمضانكم وعيدكم مبارك. في أمان الله.